الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وسلامة البيئة تنظم ملتقاها الثاني في العاصمة نواكشوط تحت عنوان رؤية واضحة لأهداف حماية المستهلك في موريتانيا. ويقول القائمون على الجمعية إن حماية المستهلك تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من ساسة وباحثين وناشطين في المجتمع المدني، وإن هذا الملتقى يهدف إلى الرفع من مستوى الوعي لدى المستهلك الموريتاني. حماية المستهلك الموريتاني تحتاج جهود الجميع، سواء كانت جهود رسمية أو جهود مجتمع مدني أو حتى مناصرة من طرف النواب من طرف المنتخبين بشكل عام. ولذلك حرصنا في هذه النسخة أن نوجه الدعوة لجميع الجهات التي ربما تكون عندها ارتباط غير مباشر أو مباشر بحماية المستهلك من مؤسسات وهيئات مختلفة. وقد ركزت الجلسات التكوينية للملتقى الذي استمر يوما واحدا على مواضيع متنوعة، أبرزها إشكال الأدوية الذي أرق المستهلكين، كما ناقش الملتقى الإشكالات القانونية المتعلقة بمجال حماية المستهلك، ليخرج الملتقى بنقاط أساسية تقول الجمعية إنها كفيلة بتطوير الوعي الاستهلاكي. خلص المشاركون إلى تبني التوصيات التالية: أولا، ضرورة وجود رؤية لحماية المستهلك تراعي تعدد مجالات الحماية وخصوصية القطاعات المستهدفة بما في ذلك الاتصالات الرقمية والتأمين والمعاملات المصرفية. ثانيا، المطالبة بسرعة المصادقة على مدونة قانونية خاصة بالمستهلك الموريتاني. ويعتبر هذا الملتقى الثاني من نوعه الذي تنظمه الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، وتقول إنها تسعى من خلال هذه الملتقيات إلى التوعية والتحسيس بدور المجتمع المدني وأهميته في نهضة الشعوب.